السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت وديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد. خوتي عبابي، بداية أسبوع موفقة من بعد ما مشينا لكم لمراكش وطلعنا لطنجة، وحنا غاديين معكم حاجة بحاجة إن شاء الله الرحمن الرحيم. كننقلوا لكم وكتتابعوا معنا جميع الاوراش الملكيه الكبرى. تبارك الله ما شاء الله، يوم جديد ونهار جديد وحنا غاديين معكم تبارك الله ما شاء الله. اليوم ليكيب ديال جينيرال غوتيير حنا غاديين معاهم، وعندنا هنايا ليكيب ديال نوفيك. ليكيب ديال نوفيك مشينا معاهم، وكاين معنا ال بي 2 او، وكاين معنا مجموعه ديال اصدقاء ديالنا الله يستر لهم الامور. كما كتشوفوا السلطات المحليه دائما ومراقبه مراقبين، كيجيو كيفيريفيو شخصيا كيشوفوا شنو كاين وشنو. هنايا كتشوفهم تي جي في، راه هو تبارك الله ما شاء الله، شوف تي جي في راه هو دايز اليوم. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، غادي ندوزو لواحد المرحله باش غادي نوريوكم حاجه بحاجه. هاد الطريق ديما كنقول لكم كاين بزاف ديال الناس اللي مازال ما عارفينهاش. هاد الطريق اخواني كتدي للمطار، والاخرى كتدي لنا للولجه، اون باراليل حنا مع الولجه ياك. وعندنا الطريق الاخرى اللي كتدي لنا عين الحواله، وهادي كتهبط لينا اليوسفيه وكتدي لينا القمره الحي السويسي. هنا كاين عندنا لي زاباري ديال الطاسوميتر باش كي يفيريفيو لينا. وهنا لاباري ديال الدريناج، وعندنا لاباري ديال السونداج. إذن كل حاجة تعرفتوا عليها، شو كيفاش كتخدم، الطريقة ديال الخدمة ديالتها. اليوم اخواني اخواتي غادي نوريكم لي زافونسمون اللي داروا لينا في هاد دوجور. اذا كاين عندنا هنايا، كاين عندنا هنايا تبارك الله تقدم جد ملموس في الاشغال. تقدم جد ملموس في الاشغال. هنا راه عاود طلعوا، شوف هنا راه زادوا طلعوا. اجيو 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 تشوفوا. هنا خدامين بالنيفلوز كومباكتور و دي دي سيس. دي سيس صدقات خدامه احسن من دينا في لي شونشي، كدور بالزربه. اذا يا اخواني اخواتي مرحبا بكم في الطريق الجديده، هي بدات كتبان المعالم ديالها، الرابطه ما بين السلا الجديده وما بين الرباط عبر الطريق اللي غتمشي لنا تخرج لنا من هنايا، غيديو لينا تبارك الله عليه جيت شاله وتخرج لنا في زنق في طريق زعير. وكاين عندنا لهاد الجهه الطريق اللي غادي تدوز لنا منها من القنطره اللي غتكون لنا هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم تحت القطار. وهما جايبين الديفياسيون ديالها، مازال غادي نمشي نصوروا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد الديفياسيون راه جايبينو من القنطره من الفوق وديز على الجنب ديال البرج، باش شنو غيديروا دابا؟ بحال دابا ديال السكه، هادي السكه ياك.
غادي يجوا من هاد الجيل اللي من لهيه ومن وسط الغابة ودخلوا من وسط الغابة 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 وداروا واحد سيركل تما كاينة باش غادي يولي الترانات يدوزو ياك. وهادوك الترانات اللي غادي يدوزو إن شاء الله الرحمن الرحيم يريبوا هادي ويقدوها إذن ويصوبوها وغادي طلع لنا واحد أخرى. شريف الوزاني تعرفتوا لينا عليه شي راه دابا راه طالعوا اجي تشوف أح الله اجي تشوف واش 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 اجي واش 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 شحال دابا طلعنا أح الله انتوما خوشي انتوما شو شحال طلعنا دابا ديالنا ديال انتوما راه كاينه تقريبا هنايا متر شي جوج ولا 3 متر هنايا تقريبا شا وعاد داكشي اللي كانوا حفروا تحت الارض ياك هنايا دخل معنا مختبر نوفيك خلينا تما كاين يحيى وكاين عندنا هنايا مختبر ديال ال بي دو زو ها هما خوتنا وحبابنا هذا التازي هذا التازي هذا خدمة الخدمة عطاها لطاك مزيان إخواني أخواتي خصكم تعرفوا بأن هذا طريق ماشي طريق عادية هذه فيها ليتي تكنيك بزاف اولا جات لينا في الناب ثانيا في الخدمة ديالتها فيها دراسات دراسات وكاين طبقات كل مرحلة واش كيديروا فيها كاين المرحلة الصخرية أولا إزاحة الأوحال ثانيا المنطقة الصخرية كيديروا ديك المنطقة الصخرية الأولى عاد تيديروا واحد المنطقة صخرية ثانية من نوع خاص وعاد تيجيو أنتوما تنشو وغادين وطالعين كيديروا واحد النوع ديال الصخور اللي كل صخور كيختلف صخور حتى في الحجم ديالو في العينة ديالتو شو راه كيبان لكم نتوما صغير شو وكتجي هذيك الصخور على حساب العينات وعلى حساب الماتيريال اللي غيجي فيها ما الدراري باقي اللي شبانوا لكم فين هما باك حميد تما كاينه كيدقدق في هذاك القنش نسالي مع الدراري هنايا الشريف الوزاني وشوفوا التازي وهذاك تين غير تين جديد تين جديد اسماعيل ومشيو تشوفوا الدراري الاخرين انتوما شي شحال طلعت دابا الطريق انتوما دابا انتوما دابا بدات تبان لكم انتوما شو الطريق دابا كي بدات كطلع
كاين الخدمه، كاين الخدمه، شوف كاين الخدمه، كاين الخدمه، الخدمه ديال 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 بصح، الخدمه ديال الله، الخدمه ديال الصح. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، خديتو فكرة عرفتي شنو كاين، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك ونمشيت.